شاني ديكا للطقبة ثمن ديالو 50 درهم. هذا فيه اللوينات، كاين ثاني موديل اخر بحال هذا. ما عمرني صراحة صورته في شي محل. موديلات مستيرير ما دايرينش فيه اللوينات، ثمن 250. كاين ثاني هذا الموديل، هذا واعر اي موديل، واخا تشوفوا مكتوب عليهم 150 ولكن نقولوا لهم حنا من طرف ليلى باش تاخذوه ب 100 درهم. ونشوفوا معكم بعض الموديلات ديال فرنسا، خفيفه وزوينه، سميناتها هي ميديكال تلفين. وقياسها تقريبا اخويا عندكم من شحال حتى شحال قياسها؟ من 36 حتى 40. من 36 حتى 40. هادو بشحال كانوا دابا؟ كانوا ب 200 درهم، ودابا ان شاء الله غيبقاو لكم ب 100 درهم. كاين هذا الموديل، هاد الموديلات كاملين، اي موديل حتى تهني يديك غيبقى لك ب 100 درهم. شوفوا هادوك اللي الفوق غزالين واعرين. اهلا وسهلا احلى متتبعات، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده على قناتي وقناتكم، قناه الميزات ديال مدينه مراكش. الى اول مره كتشوفي القناه ما تنسيش اكيد تبركي على ديك ابوني او نصابوني او بارطاج مع العائله، مع الصحاب، مع الحباب باش تعم الفائده. حلقه جديده في واحد المحل اللي اكيد ضروري مره كنجي لكم فيه دويره. علاش؟ حيت كاينين شي ناس كيطلبوني على هاد لاكاليتي هادي اللي كاينه عند هاد المحل، واللي هو المحل ديال ارزو اللي كاين في الترانس. راكم عارفين تبارك الله الترانس فيه غير بوتيكات اللي كيديروا سلعه نقيه وزوينه. بالنسبه لهاد المحل هذا معروف بالجوده، الناس اللي كيبغيو السلعه اللي تتكون طالعه في لاكام. تبارك الله عندي انا متتبعات، كنحاول نرضي جميع الفئات، لا الناس اللي كيبغيو مثلا سبرجيلات عاديين تاع 70 درهم 80 درهم ترضيهم دائما، وكاينين شي ناس حتى هما كيبغيو شي حاجه طالعه في لاكام. ولكن راه واخا السلعه طالعه في لاكام ولكن بثمن مناسب مع بلايص اخرين. مثلا سبرجيله هنايا لقيتيها بواحد 150 درهم، اولا راه بلاصه اخرى راه كوني على يقين ما غاديش تاخديها بهذاك الثمن، غاتاخديها بواحد 300 درهم اولا 350 درهم. او موديلات جداد ان شاء الله في هذا المحل ديال السنيدرات، ديال السبيبطات، ديال الصيف. غنصور لكم اليوم في جوج ديال المحلات ديال ارزو. اول محل هو هذا، نعاود لكم النت في البرانس اون فاس مع مروه، غنعطيكم المحل المنتوجات اللي فيه. المحل الثاني حتى هو غندير لكم جوله فيه، حتى هو بسميت ارزو اون فاس مع مبروكه. هذا اون فاس مع مروه وهذاك اون فاس مع مبروكه. علاش غنصور لكم فيهم بجوج؟ حيت السلعه اللي كاينه هنا مختلفه على السلعه اللي كاينه تما، هي نفس لاكام ولكن المنتوجات مختلفين، باش ان شاء الله نرضيو جميع الاذواق. ونعاود نعطيكم العنوان، كما قلت لكم اول محل هو هذا اللي كاين اون فاس مع مروه في البرانس. هانتوما هذا الشارع ديال البرانس، راه هي مروه اون فاس مع المحل ديال ارزو. وزائد غنخلي لكم النعت في الاخر ديال لا فيديو جايه كنصور لكم حتى لكم المحل. ونبداو على بركه الله معاك المنتوجات. نبدا لكم باول حاجه هو السبرجيلات. هادو موديلات ديال فرنسا، البنات جوده واعره بزاف. شوفوا معايا لا كاليتي ديالها خطيره، شوفوا معايا. واكيد الموديلات راه مختلفين، والقياسات تقريبا اخويا عندكم من شحال حتى شحال قياسات؟ من 36 حتى 40. من 36 حتى 40. هادو بشحال كانوا دابا؟ كانوا ب 200 درهم، ودابا ان شاء الله غيبقاو لكم ب 100 درهم. كاين هذا الموديل، هذا كاين بحال هذا الموديل. شوفوا معايا لا فينيسيون ديالو، هانتوما لا فينيسيون واعره بزاف، 100 درهم. هانتوما شوفوا معايا اللوينات ها هما ديالو. هنا ثاني موديلات اخرين، كاين هذا الموديل هذا حتى هو، عاودت لكم الثمن من 100 درهم ل 200 درهم. شوفوا لا فينيسيون، شوفوا السوميله كي دايره وخفيفه. حداش كاينه السلعه بحال هذه الكوبي ديال البلاد، ولكن تتكون ثقيله. هذه ديال فرنسا خفيفه وزوينه، سميناتها هي ميديكال. شوفوا معايا هنا موديلات اخرين، نشوفوا معكم هذا حتى هو، عرفتيها خفيفه البنات وزوينه. ها انتما لا فينيسيون ديالها نقيه سميله، 100 درهم. هنا ثاني موديلات اخرين، شوفوا معايا هذه، معايا هذه حتى هي لون غزال حتى هو، لا فينيسيون حتى هي زوينه، و 100 درهم. تبارك الله راه كاين بزاف ديال الموديلات. وبالنسبه لكونتيت اخويا ديال الموديلات فين؟ ماشي غير هادشي اللي كاين. لا يعطيك الخير، غندوزو معاكم الموديلات اخرين. كاينه الايزي حتى هي، شوفوا معايا كي دايره البومه ديالها، حتى هي كتبقى بنفس الثمن. هاد الايزي شحال كانت؟ 200 و 50 درهم، دابا 100 درهم. والايزي كتكون مطلوبه بزاف في الصيف. شوفوا معكم هذا الموديل حتى هو 100 درهم.
والايزي تاعي راه فيها الويلات. دابا ندوزو معكم لا نوفيل كوليكسيون في السبرجيلات. الناس اللي كيقلبوا عليها على لا نوفيل كوليكسيون ولكن كيلقاوها بثمن طالع بزاف، ها هي وبثمن مناسب 250 درهم. اكيد هاد 250 درهم راه بلاصه اخرى خصوصا هاد الماركه هادي وبهاد لاكاليتي راه خفيفه. شوفوا معايا كونفيرس غزاله. بلاصه اخرى خويا دابا هادي بشحال تبيعها؟ بلاصه اخرى 300 350 350 350 درهم. هنايا بروموسيون 250 درهم. هادي غزاله بزاف بزاف. شوفوا الويلات تا هما واعر. شوفوا هاد الشويبي هذا خطير، فيها الغوز فيها الكحل عاوتاني. وكاينه هادي حتى هي اللي فنة، هادي حتى هي خطيره. شوفوا معايا الثمن ديالها حتى هي بحال هكا كتبقى ب 250 درهم. شوفوا معايا الويلات تاعها، الويلات واعرين. شوفوا الكحل ديالها، هادي حتى هي كتمشي في الصاك زوينه. ها انتوما كاين عاوتاني هاد الموديل حتى هو 250 درهم. لويناتو شوفوا معايا هاد الخضر هذا فيه شحال بزاف، خضر عسكري. هانتوما شوفوا معايا اللوينات ديالو. وهذا ما كان عطيتكم لمحة على السبرجيلات، تجيو قلبوا على خاطركم تبارك الله راه المحل فيه بزاف ديال الموديلات. عطيتكم انا غير لمحة لمحة. ودابا ندوزو معكم لا نوفي كوليكسيون موديلات غزالين ديال السنيدرات ديال الصيف. بالنسبة للأتملة هادو اكيد راه كانوا كثر من 250 300 درهم، دابا بروموسيون 150. ولكن المتتبعين تاع قناه متجر ليلى، اي واحد جا من الفيديو ان شاء الله قولوا لهم احنا من طرف متجر ليلى غتاخذوا اي موديل حطيتو عليه يديكم ب 100 درهم فقط. اي موديل اي موديل، واخا تشوفوا مكتوب عليهم 150 ولكن قولوا لهم احنا من طرف ليلى باش تاخذوه ب 100 درهم. ونشوفوا معكم بعض الموديلات. ونبداو معكم باول موديل هو هذا ديال السنيدرات، ودائما سلعه ديال ليكسبور، حاجه نقيه. شوفوا معايا لا فينيسيون ديال السياره. اكيد هذا الموديل راه كاينين الويلات ديالو، كاين الكحل ديالو، كاين هذا الخضير، كاين بحال هذا الموديل هذا حتى هو خطير. 100 درهم فيه الويلات، فيه الاحمر، فيه الغوز، كاين عاوتاني بحال هادو تاع المناسبات حتى هما 100 درهم بلويناتهم. كاينين هادو حتى هما واعرين. هادو شوفوا خدمه نقيه 100 درهم، فيهم الكحل وفيهم هاد الكريب. كاين عاوتاني هاد ستيل، المهم الناس اللي تيبغيو هاد الصالون ديال بحال هكا 100 درهم. هادو اللي فوق حتى هما كلشي 100 درهم. 100 درهم كاين هاد الموديل هذا حتى هو هذا راه خفيف بزاف، واخا يبان لكم في الشوفه تقدروا تقولوا ثقيل ولكن بالعكس خفيف بزاف. هانتوما حتى هو 100 درهم. شوفوا الخدمه ديالو، لا فينيسيون ديالو، واللويلات هما هادوك، هادو كاع الالوان ديالو. هنا ثاني هاد الموديلات حتى هما 100 درهم بحال هذا. شوفوا معايا هاد الموديل 100 درهم. هانتوما موديل واعر لا فينيسيون، ودائما سلعه ديال على برا. ونذكركم هاد الاثمنه هادو راه حصريه ليكم فقط، حيت هاد الموديلات هادو نورمالمون كانوا بشحال خويا 250 300 ولكن دابا بروموسيون 150 وزدنا للمتتبعين تاع متجر ليلى ونقصنا لهم 100 درهم فقط ان شاء الله. هاد الموديل هذا راه فيه اللوينات ديالو. كاين عاوتاني حتى موديلات ديال الصيف هادو كلشي 100 درهم. هادو موديلات واعرين 100 درهم وفيهم بزاف تشكال. هانتوما كاين عاوتاني هادو ديال الفورو حتى هما 100 درهم. كاين هاد الستيل هذا حتى هو 100 درهم. 100 درهم. ونزيد لكم موديلات اخرين الناس اللي كيبغيو هاد الستيل هذا حتى هو راه فيه 100 درهم بالوانو كاملين. هنا ثاني كاين هاد الموديلات هادو حتى هما واعرين 100 درهم. هنا ثاني موديلات اخرين. كلشي 100 درهم تبارك الله، كاين لو شوا زوين. شوفوا معايا هادي حتى هي لا فينيسيون ديالها، والقياسات اكيد راه كاين من 36 حتى 40 في كاع القياسات.
شاء الله وقلبوا على خاطركم تبارك الله. راه الموديلات كثار. شوفوا معايا هادو تا هما 100، هاد السيل هذا تا هو شوفوا خطير 100. دابا راكم عارفين الصيف كلشي غيبغي سندرات، استغلوا الفرصه وجيو كونوا نتوما السباقين ان شاء الله من هاد العام. وبالنسبه لهاد السويترات هادو تا هما كانوا ثمن اخر، ودابا بروموسيون 130، ولكن اللي كنت تا هما غتاخذوا منهم 100 درهم. هاد الموديلات كاملين اي موديل حتى تيعني يديك غيبقى لك ب 100 درهم. شوفوا هادوك اللي الفوق غزالين واعرين. ونذكركم قياسات من 36 40 والثمن 100 درهم فقط. كاين لوينات بزاف، وكاين اللي فيهم طالون بحال هكا رقيق، كاين اللي فيهم طالون بحال هكا عريض شويه. كاين عاوتاني هادو شوفوا غزالين حتى هما 100 درهم. لا فينيسيون ديالهم زوينه، فيهم كاع الالوان. كاين موديلات ديال لي بوت، هاد المحل فيه الهوت غام، شي حاجه اللي موديلات ما عرفتش نقول لكم خياليه، شي حاجه اللي ديال ستيل واعر وبثمن مناسب. هادو 150 درهم. خويا هادو دابا بغا يسخنين اولا نتوما في الاول بشحال كنتو كتبيعو؟ 400 درهم. دابا رجع الثمن ديالهم 250 درهم. شوفوا معايا هاد الموديل هذا، انا عريقين ما عمرني صراحه صورته في شي محل. موديلات ستيلير ما دايرينش فيه اللوينات، ثمن 250. كاين ثاني هاد الموديل هذا واعر 250. هانتوما شوفوا الستيلات مختلفين، ما مدخلينش المحلات اللي كيدخلوا ساعة عادية. هانتوما وهنا عاوتاني راه كاين موديلات اخرين هانتوما، وكاين السيكر. دابا نتحولوا معكم للمحل الثاني ديال ارزو باش ان شاء الله نشوفوا معكم لي بوت الموين كار، ونشوفوا معكم السيكر. يلا هو معايا. المحل الثاني ديال ارزو كيف ما كتشوفوا اللعب واضح وباين، اون فاس مع سينما مبروكه. ها هي السينما ديال مبروكه. دابا نعطيكم لمحه على المنتوجات اللي كاينين هنايا مختلفين بصراحه، وموديلات اللي كاينين تما ما كاينينش هنايا. داكشي علاش سيروا للمحل قلبوا على خاطركم وجوا للمحل الثاني حتى هو على خاطركم. بالنسبه للسنيدرات باش اشكالهم وانواعهم كاملين غيبقاو لكم ان شاء الله ب 100 درهم. وما تنساوش دائما جيت من طرف متجر ليلى حتى هاد الاثمنه لكم فقط. كما كتشوفوا موديلات راه مختلفين كما قلت لكم على المحل الاخر. كاين بحال هادو شوفوا معايا بحال هاد الموديلات، الناس اللي كيبغيو بحال هكا موديلات فهاد الطالون، واكيد راه خفيفه وفيها اللوينات تاعها حتى هما 100 درهم. وكاين عاوتاني الحذره ديالها هي السميله ديالها مزيانه ميديكال، لا فينيسيون حتى هي غتبقى لكم 100 درهم. هنا هاد الموديلات العاليين حتى هما 100 درهم، لا فينيسيون ديالهم كيف ما كتشوفوا خياطه وراه خفاف. وهادو ثاني موديل بحالهم في الصالون، ولكن الفوق ديالهم مختلف. وهنا ثاني موديلات اخرين بحال هادو حتى هما 100 درهم، فيهم اللوينات. شوفوا معكم موديلات اخرين بحال هادو تا هما، وتجيو وتقلبوا على خاطركم. ودابا ندوزو لي بوط، لي بوط كلشي 100 درهم هنايا، أي موديل حتى تعليه ديك تا هما كاين فيهم لو شوا وفيهم أكيد الجودة. هانتوما شوفوا معايا بحال هدا الجلد ديالو طب. هانتوما العاديين كتلقى الجلد ديالهم قاصح ملي كدير هكا صافي مبقاش كيرجع الجلد. هادو الجلد ديالهم مزيان وما كيتهرسش وما كاين شي حاجه. الثمن 100 درهم، واكيد القياسات من 36 حتى 40، وراه كاين تبارك الله المحل راه كبير. وكاين الصابوات حتى هما اللي غيبقاو لكم ب 50 درهم حتى هما، فيهم فراشه ميديكال تشوفوا معنا. هما هادو هانتوما فراشة ميديكال رقيقبة، الثمن ديالو 50 درهم. هذا راه فيه اللوينات. كاين ثاني موديل آخر بحال هذا هو فراشة ميديكال رقيقبة، فيه اللوينات تاعو. وهنا كاينين عاوتاني موديلات تاع السبيكيلات مختلفين، تا هما غيبقاو ليكم إن شاء الله 100 درهم.
نتوما راه كاين بزاف تاع الشكلات، كاين بحال هاد الموديل خفيف ماشي ثقيل، كاين صفر عاوتاني تا هو، وفي الكحل ديالو، وهنا موديلات اخرين كما كتشوف، وهذا ما كان تبارك الله كاين موديلات اخرين تاع السيكان بخمسين درهم، كاين السيكان تاع 100 درهم. تجيو قلبوا على خاطركم، ما تنساوش تبارطاجوا هذا الفيديو ان شاء الله مع العائله مع الصحاب مع الاحباب باش تعم الفائده، ونتلاقاو في حلقه اخرى وجزء اخرى. تبقاو على خير.